السلام عليكم. أنت رجل أو امرأة؟ أنا امرأة. برهني لي أنك امرأة. حسناً أنت امرأة وتقودين سيارة يا كافرة، بالذبح جئناكي. لا 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 خليني أشرح لك. لا 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 تشرح لي يا كافرة يا ماجنة، تقودين سيارة في دولتنا وأنت امرأة، بالذبح جئناكي. لا 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 خليني أشرح لك ليش عم قود السيارة. ليش؟ اشرحي. هذه السيارة مفخخة، أنا رايحة أفجرها. مفخخة؟ وستقتلين أعداء الله؟ معلوم يا شيخ، وأنت بتقول لي بالذبح جئناكي. عفوا يا أختي، عفوا عفوا. يقول خليفتنا أبو بكر البغدادي يحق للمرأة أن تقود فقط السيارة المفخخة، فعذرا بالذبح ما جئناكي، بالنكح جئناكي.